كل الأوامر الإلهية التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف. أقامت شعبة التبليغ الديني النسوي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وبالتعاون مع تجمع شباب ديالى الثقافي، وبرعاية وكيل المرجعية الدينية العليا في ديالى، مهرجان حجاب البالغات لمن بلغنا سن التكليف الشرعي. امتثالا للأوامر الإسلامية والشريعة المقدسة التي أتى بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتنفيذا لشريعة المصطفى وسنته المباركة، أقامت هذا اليوم المبارك العتبة الحسينية المقدسة حفلا بهيجا تكريم الفتيات البالغات بالسن القانوني والسن التكليفي. وكان هناك توجيها واضحا وإدارة خاصة من قبل العتبة الحسينية المقدسة والكادر القائمين على هذا الموضوع. قائمون بيّنوا أن الهدف من إقامة هكذا مهرجانات هو من أجل تهيئة الفتيات وزيادة الحافز المعنوي، فضلاً عن تحصينهن ضد الثقافات الغربية المنافية للتعاليم والثقافة الإسلامية. جئنا اليوم من شعبة التبليغ الديني النسوي قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة لتكريم طالباتنا العزيزات لوصولهم إلى درجة التكليف الشرعي ووصولهم إلى عمر 9 سنوات هلالية. فجئنا اليوم للاحتفال بهن وتكريمهن والتشجيع على لبس الحجاب الحقيقي، الحجاب الفاطمي، الحجاب الزينبي، لأن في الواقع إقامة مثل هذه الحفلات وإقامة مثل هذه المؤتمرات يساعدنا على تثبيت